خلينا نروح مع حضراتكم بقى الى الملف الثاني، وهو النهارده وانا بقول لكم لازم نعرف العالم بيحصل فيه ايه. هروح بس لبريطانيا تحديدا، وفيها شويه امور لازم حضراتكم تعرفوا ايه اللي بيحصل بره. اولا المحلات التجاريه اللي في بريطانيا زي محلات البقاله والهايبر والمولات وغيره وسلاسل البقاله، يعني عملوا حاجه غريبه جدا 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 في بريطانيا، اول مره تحصل في تاريخ بريطانيا. عملوا ايه؟ حطوا اقفال على البضائع والسلع اهو قدام حضراتكم. وضعت محلات تجاريه في بريطانيا اجهزه ضد السرقه على المواد الغذائيه الاساسيه زي الجبنه واللحوم وحليب الاطفال، وصنفوها على انها ذات قيمه عاليه اهو قدام حضراتكم. يعني الحاجات دي كنا بنشوفها على الساعات مثلا، وقدام حضراتكم اهي الاسعار 7.25 جنيه استرليني مثلا، وحاطط عليها اقفال وغيره اهو قدام حضراتكم يورو اهو. الحاجات دي كلها يا جماعه، يعني انت بتروح محل او بتروح مول او غيره تجد الحاجات اللي هي قابله للسرقه والحاجات غاليه الثمن عليها اقفال. حتى لو طالب حاجه تقول له عايز دي يفتح لك بالقفل، يفتح زي الساعات والمجوهرات وغيره. تخيل اهو قدام حضراتكم في بريطانيا بيحطوا البيض اهو قدامكم، اهو البيض اهو عليه ايه؟ عليه قفل. يعني ما ينفعش حد يمد ايده وياخد الا جه حد فتح له. يعني شيء غريب جدا جدا، بيعكس عمق الازمه. بيعكس عمق الازمه في بريطانيا الجبن الاجبان والبيض وبعض السلع الغذائيه زي حليب الاطفال واللحوم بيتم وضعها في اماكن واغلاقها باقفال لانها مصنفه سلع ذات قيمه عاليه زيها زي الذهب والمجوهرات اهو قدام حضراتكم. ده حليب الاطفال اهو قدامكم موجود محطوط عليه قفل. شيء غريب جدا جدا، بيعكس برضه تاني عمق الازمه اللي موجوده في اوروبا خاصه في بريطانيا.